سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال جيده ان شاء الله. اليوم عندنا ماسك عنده جوج الخدمات، يعني كيدير تقشير وفي نفس الوقت ترطيب وتبييض. عناصر ديالو متوفره ورخيصه، يعني ماشي فيه ديك الزرع وفيه نيدو وفيه بودره ديال اللوز. البودره ديال اللوز شدينا اللوز وطحنا، ولا كتاخذوا بودر من المحلات كتاخذوه. بالنسبه لديك الزرع اللي ما عندوش يتاخذ غير البلبوله ولا التشيشه كي كنقولوا لها وطحنها، غادي يولي عندها ديك الزرع. المهم كنبداو كنديروا ناخذوا معلقه ديال ديك الزرع ومعلقه تاع النيدو ومعلقه ديال البودره اللوز، وكنخلطوا بماء الورد. ماء الورد من الاحسن انه يكون تاخذوه من شي مكان اللي موثوق منه حتى هو فيه تزوير. نبدا على بركه الله، كناخذوا معلقه ديال ديك الزرع ومعلقه ديال النيدو، لا ما كاملاش معلقه، المهم على حسب الكميه اللي غادي تحتاجوا. واللوز، وكناخدو حما ورد، هو نورمالمون عندي انا سبراي ولكن غادي باش ما يطنيش. نوصيكم البنات، ماء الورد وقت ما ساليتو من اي ماسك درتوه من بعد ما كتغسلو بماء دافي ضروري ديروا ماء ورد ولا شي ماء بارد تمسحوا به وجهكم باش كيتسدوا المسام، لان باش غير يغسل الانسان وجهه صافي ويمشي يدير شي كريم ايدغاتون صافي ويقول راه سالا، لا، حيت كيبقاو دوك المسام محلولين وخايب، ما خصش نورمالمون يكونوا محلولين خصهم يتسدوا. صافي كيكون القوام ديالو على هذا الشكل بحال كريم، وممكن تستعملوا العنق. اصلا اي ماسك نورمالمون كيتستعمل الوجه كيتستعمل حتى العنق، باش من شحال من بنت كتنسى كدير الوجه وكتنسى العنق حتى وكتبع شي وصفه حتى كتولي لا ديفيرونس بين اللون ديال وجهها واللون ديال العنق. دونك ما نساوش اي ماسك درناه للوجه نستعملوه العنق حتى هو، علاش الا ما نساوش. وممكن تستعملوا حتى تستعملوا حتى اليدين بهذا الشكل. وكنتسناو عليه واحد تقريبا ربع ساعه بين ما كينشف شويه، ما كنخليوش حتى يبس بزاف، كنخليو غير ينشف شويه، لانه الا نشف بزاف كتجينا صعيب باش نديرو داك التقشير وديك العمليه ديال التبريم، هكا كتجينا صعيبه. غادي نضطروا اننا نغسلو، دونك نخليو غير واحد ربع ساعه بين ما كينشف شويه وكنبداو العمليه. المهم نخليو باش ينشف ونوريكم كيفاش عمليه ديال البرد. وهكذا بعد ما دازت واحد ربع ساعه ولا 10 دقائق بين ما كينشف كنبداو نديرو التبريمه هكذا او التقشير على هذا الشكل. بهذه الطريقه راه كتنقى البشره والجلد الميت الجلد الميت كيتحيد. بالنسبه للبنات اللي هذا الماسك ممكن يتستعمل يوميا اللي عندها لابو سونسيبل، ما تحاول انها ما تقشروش نهار تقشرو تجلس 3 جوغ ولا 4 جوغ عاد تعاود التقشير. بالنسبه اللي ما عندهاش مشكل راه غادي تديرها يوميا نفس الطريقه، واللي عندها لابو حساسه شويه يعني تحاول انها غير ديرو وتخليه واحد المده ربع ساعه وتغسلو بماء دافي وبقاي ترش بسبراي ديال الورد وصافي هكا، يعني ما تحتاجش دير تبريمه يوميا حيت لابو سونسيبل ما كتقدرش، لابو سونسيبل ما كتقدرش على هذيك التبريمه يوميا، لا كتكون كيكون الجلد حساس
وهكذا هذا هو الماسك ديالنا سالينا. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، واللي ما اشتركش معايا اول مره كيشوف القناه يشترك ويدير لايك وفعل الجرس، وشكرا لكم.